بصوا قيمه الاهلي من بره بقى، شوفوا الناس بره مصر حتى بين الاشقاء العرب صوره الاهلي وقيمه الاهلي عندهم عامله ازاي. حفيظ دراج المعلق المغربي الشهير اللي اعتقد ناس كتيره جدا بتحبه وبتحب مدرسته في التعليق على المباريات يلا كوره، موقع يلا كوره، عمل معاه حوار فبيسالوه من ضمن الحاجات: انت اثناء وجودك في مصر اثناء بطوله كاس الامم زرت النادي الاهلي، ايه انطباعاتك؟ اللي ساله موقع مش موقع النادي الاهلي. حفيظ دراجي بيقول ايه؟ لما سئل خلال تواجدك في مصر كانت لديك زياره للنادي الاهلي، تعليقك ايه؟ قال: زياره لن انساها طوال حياتي، لم اكن اتوقع تلك الحفاوه، كنت اريد اكتشاف هذا الكيان، كانت لدي فكره زيارتي. دي لقطات من هذه الزياره. كانت لدي فكره زيارتي للنادي الاهلي جاءت في ظروف رائعه بسبب فوز المنتخب الجزائري بكاس الامم الافريقيه، رايت اشياء ساحتفظ بها في نفسي وتاكدت ان الاهلي ليس مثل الانديه الاخرى، هذا ما رايته خلال زيارتي، ساسعد بزياره اخرى، والاهلي لديه معزه كبيره في قلبي مثل باقي الجماهير عشاق الكره والمتعه لانهم عشاق الاصاله. ده حفيظ دراجي عن الاهلي وقيمته، عشان تشوفوا لما بنقول لكم الاهلي اكثر من مجرد نادي تعرفوا قيمه الاهلي كواحد من اهم مكونات القوه الناعمه المصريه صورته ازاي بره. وهي دي المشكله. دي المشكله اللي هي تؤرق البعض. طب هيعملوا ايه؟ ما هو ممكن يكسبك بس هيخلي الناس تتكلم عليه كده ازاي؟ بلاش ممكن تخلي الناس تتكلم عليك على فكره. المال يعمل اي حاجه والعلاقات تعمل اي حاجه، لكن القناعه الناس دي بتتكلم متطوعه ومش عندنا ولا في المنابر الاهلي بره، ده بره وبدون مناسبه تلاقي ربنا يرزقك بحاجه حلوه كده. لكن انت رحت فاتح موضوع ما غربالك مليان حاجات.